السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في شهيوات أم إيناس. حلقة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فيها لي غاليت، يعني دواز أتاي، غاليطات خفاف وزويونين. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا جوج البيضات، كاس مع ماش ديال سنيدة، وكاس ديال الزيت، جوج الخمارات، جوج معالق كبار عسل، وهنا غندير نكهة الليمون. الى ما متوفراش ديروا كيس سكر فانيلا، واصفر بيضاء للتزيين. وبالنسبة للدقيق غادي نحتاجو 450 غرام، الى احتاجين اكثر غادي نديروه. بسم الله، نبداو دابا الطريقة. كناخدو صحن كنديرو فيه جوج بيضات وكنطربوهم مزيان. كنضيفو سنيدة سكر حبيبات وكنطربو حتى كدوب لينا السنيدة، وكنضيفو ايضا الزيت وكنطربو مزيان. كنزيدو جوج معالق عسل وكنطربو، النكهة. وكما قلت هنا نقدروا نعودوها بكيس فانيلا. خديت الدقيق ديالي وضفت ليه جوج اكياس من الخميرة الكيماوية وخلطتهم مزيان. دابا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا بشوية بشوية وانا كنجمع في العجين. هنايا غنحيد الطراب وغادي نكمل بيديا باش نعرف القوام اللي خاصني في العجين. هنا غادي نضيف الكميه كامله اللي بقات، حيت هذا هو القوام اللي بغيت، ان العجينه تكون مازال كتلصق في الايد ديالي. غسلت ايدي باش تسهل عليا تشكيل العجين. غنستعن بواحد شويه تاع الزيت، وهنايا درت شويه ديال نسكافيه مع صفر بيضة، غادي نخلطهم ونوضعهم على جانب. دهنت صفيحة الفرن، اولا تقدروا ديروا بابي كويسون. كندهن يدي بواحد شويه تاع الزيت باش ما تلصقش ليا العجين في يديا، وكنشكلها كويرات صغار وكنحطهم متباعدين على بعضياتهم حيت كيتنفخوا واحد شويه. من بعد ما كملت جميع الوحدات ديالي غندهنهم بنسكافيه والبيض، ومن بعد غادي نزوقهم بالفورشيط على حسب الشكل اللي بغيت. غادي ندخلهم الفرن ساخن من قبل، وغادي نشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا مزيان ونطلعهم الفوق يتحمروا. وهاهما بعد ما خرجتهم من الفرن باقين سخانين، نديرهم في صحن التقديم ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي للغاليط ديالنا. صراحة سريع التحضير، كيجي بنين وزوين كما كتشوفوا، من التحت ومن الفوق محمر. كنقدموا لكم مع الحليب بالشوكولاته. وبألف صحة وعافية. ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي شهيوات أم إيناس وتفعيل الجرس باش توصلوا بالمزيد من الفيديوهات ديالي. السلام عليكم.